في هذه الحلقة من برنامجكم صحتكم أمانة. رضا عن الحياة والسلامة العامة للأفراد والمجتمعات هو باختصار مفهوم جودة الحياة، وهذا يعني الرضا عن الصحة الجسدية والعائلة والتعليم والتوظيف والثروة والأمان وضمان الحرية والبيئة. ولكن شو هي مؤشرات تحقيق جودة الحياة؟ وكيف ممكن تكون الصحة العامة أحد مكوناتها؟ وكيف ممكن تؤثر تفاصيل الحياة اللي نعيشها على تحقيق جودة الحياة؟ مرحب بضيفنا العزيز الدكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية. رحب فيك دكتور. حياك الله دكتور. أنت دكتور طبعا زميل البرنامج، الله يحفظك. الله يسلمكم. بس لو بعجالة تعطينا تعريف جودة الحياة. إنزين، طبعا أنا أحب أسلوب المحاور مثل ما تكلمنا قبل. دائما نقول لك 3 4 5. إذا بنعرف جودة الحياة بشكل مختصر وواضح جدا، هي حالة من الإيجابية والرفاهية الجسدية والنفسية والاجتماعية على مستوى الفرد والمجتمع. إذن عندنا منظومة متكاملة، جزء من المنظومة متعلق بالفرد، وجزء من منظومة جودة الحياة متعلق بالمجتمع. إذا بني للفرد، في محاور مهمة جدا لتحقيق هذه المنظومة من جودة حياة الأفراد. جودة الحياة الجسدية من الصحة والعافية، جودة الحياة النفسية، جودة الحياة المالية، ثقافة الادخار، ثقافة التخطيط المالي، وفي النقطة الرابعة والمحور الرابع جودة حياة المستدامة. كيفية استهلاكي للأمور البيئية، هل عندي ثقافة ترشيد الاستهلاك ولا في نوع من الإسراف؟ إذا أنا قدرت أحتوي على هالأربع محاور بكون حققت جودة الحياة على مستوى الأفراد. الأفراد نعم. إذا بني على جودة الحياة على مستوى المجتمع، فأيضا هناك 4 محاور أساسية ومهمة لتحقيق جودة الحياة على مستوى المجتمع. الركيزة الأولى والأساسية الحياة الأسرية، ومدى ملائمتنا وتوافقنا فيما بعد مع موضوع الأسرة. الجزئية الثانية والمحور الثاني محور المجتمع، من ناحية العطاء، التطوع وغيره من المبادرات اللي أنا أقوم فيها كجزء مهم في نسيج هذا المجتمع. المحور الثالث والمهم الحياة الوظيفية وجودة الحياة الوظيفية. أنا في بيئتي ليش ياس أشتغل؟ يوم الصبح أقوم ليش ياس أروح أخدم بلادي، أخدم وطني؟ كيفية تعاملي مع موظفيني؟ الحياة الوظيفية تلعب دور وايد مهم في جودة حياتي، الراتب اللي حصله والتقدير اللي حصله في بيئة عملي. والجزئية الرابعة والمهمة جدا اللي انطلقت في السنوات الأخيرة، جودة الحياة الرقمية. كيفية تعاملي مع العالم الرقمي، سواء كان من ناحية المحتوى، سواء كان من ناحية السلوكيات الموجودة، السلامة الرقمية، هل أنا أحتاط يوم أتواصل وأروح لوسائل التواصل الاجتماعي أو يوم أروح لعالم الإنترنت ولا لا؟ لأن هذا أيضا ممكن يؤدي إلى تنمر إلكتروني، يؤدي إلى مشاكل كثيرة. لهذا السبب الدولة اهتمت وايد في موضوع الحياة الرقمية. إذن جودة الحياة مفهوم متكامل على مستوى الفرد والمجتمع. أنا دائما دكتور كنت أقول يعني في شيء التكامل هذا ما ينوجد إلا إذا الكل تكاتف. يعني نحن يوم بني، حتى لما أتكلم أنا عن الفرد كنت أتكلم في مفهوم الصحة، أقولهم هي دائرة، تراها دائرة الحياة. لما أتكلم عن الفرد نفسه ترى هو مكون من شقين، عندك شق نفسي وشق جسدي تماما. بعدين هذا عنده أسرة، بعدين عنده وظيفة، عنده محيط، عنده بيئة. فالتكامل هذا لازم ينوجد على أساس أنه نضمن جودة الحياة. النقطة الثانية دكتور، يعني ممكن أنا أسألك فيها مسألة أني أجيب مثلا، تعرف وجودنا من ثقافة إلى ثقافة تختلف. يعني صح. إذا بغي أطبق مفهوم جودة الحياة في ثقافة معينة، طبعا أنا ما أقدر أنسخ ممارسة موجودة عشان أضمن يعني منظومة جودة الحياة في ثقافة معينة وأطبقها بالضبط عندي، ولا شو رأيك؟ في نقطة وايد مهمة ذكرتها، إحنا يوم نتكلم عن جودة الحياة خلينا نأخذ جزئية واحدة، جزئية الأسرة وصلة الرحم. يمكن عندنا بعض المجتمعات تركيزهم في جودة الحياة بيكون على وجود هواء نظيف، وجود مثلا حدائق ومماشي في المدينة اللي هم فيها، وجود راتب عالي في رواتب في وظيفتهم، لكن يمكن الحياة الأسرية أو موضوع صلة الرحم مو بأولوية عندهم، لأنهم ساكنين في بيوت منعزلين عن بعض، ويمكن كبار السن اللي عندهم ساكنين في مصحات معينة. لكن عندنا في مجتمعنا صلة الرحم هذا خط أحمر، هذا يعتبر من الأهم الركائز الأساسية لوجود جودة حياة على مستوى الفرد والمجتمع على المنظور الطويل. هني يعني الحين مثلا اذا انا، انت تبغي يعني من خلال نقاشنا، اذا نبغي نحن نطلع بمثلا توصيه ولا نبغي نطلع بنصيحه مهمه في ظل وجود يعني مثلا ثقافه، خاصه ثقافتنا نحن، ونبغي نضمن جوده الحياه، شو ممكن ننصح مثلا سواء كان الموظف او الفرد، خلينا نقول نحن الفرد في محيطنا في ثقافتنا، شو اللي لازم يسويه على اساس بالفعل
يعني خلنا نقول الجانب، ناخذ الشق الجانب الفردي مع الجانب المجتمعي ككل، شو اللي المفروض يسوي أو شو اللي المفروض نسويه نحن؟ أعتقد الوعي بوضعنا وبمسؤوليتنا عشان أحقق جودة الحياة، مفهوم جودة الحياة. لأن إذا أنا بحقق جودة الحياة ما يستوي إن أنا أقول والله أنا بشتري هذا الشيء جاهز موجود في السوبر ماركت، أو والله لأني بحضر كورس أو بتعلم كم من جملة معينة أو كم من مادة معينة، أو لأني بحقق وظيفة ذات راتب عالي وعندي بيت كبير مثلا وعندي أسرتي مرتاحة وما فيهم شيء، هذه جودة الحياة. لا، نرد ونقول منظومة متكاملة. إذن أنا كفرد لازم أكون في حذر في تعاملي مع معطيات حياتي. مثال آخر، نقطة مهمة، التخطيط المالي. وايدين مننا يطيحون في مطب الديون والقروض وغيره وغيره، وبعدين يقول لك والله أنا حياتي تعيسة وأنا ما عندي جودة حياة. أي جودة حياة تتكلمون فيها يا دكاترة؟ وأنا عندي قروض وعلي ديون. نعم، في تحديات في الحياة، لكن إذا أنا قدرت يكون عندي تخطيط مالي واضح، أدري متى بسافر متى ما بسافر، شو المهم وشو الأهم اللي أصرفه، شو المهم شو الأهم في علاقاتي. وأعتقد أيضا في الفترة الحالية مع وجود الجائحة خلى ناس وايدين يرجعون لموضوع جودة الحياة، ويلاحظون أن في النهاية هي الأسرة، هي المجتمع، وهي البيئة اللي خلتهم يلتحمون ويا بعض. تعرف الانضباط دكتور، بعدين الحس، حس المسؤولية. إذا عندي دائما أنا أقولهم، يعني أقولهم أنا أحس أن حتى أنا يوم بي بتزوج وحس بالمسؤولية تجاه الوطن، لأن إذا أهملنا هذا الجانب نحن بنأثر على طبعا السكان، بنأثر على الكثافة السكانية، فمعناته ما في حس، ما في استدامة، فكل شيء مترابط في بعض. طبعا جودة الحياة مثل ما تفضل الدكتور ممكن تتحقق إذا توفرت بعض المؤشرات اللي تساعد الشخص على الوصول للصورة اللي يحتاجها، ولكن غياب واحد من هذه المؤشرات أو وجود جوانب سلبية فيها يعني أن جودة الحياة غير مكتملة عند الشخص والمجتمع بشكل عام. تابعوا معنا العرض التالي. زين دكتور، الحين من جودة الحياة إلى الصحة العامة كمفهوم الصحة العامة ودور الصحة العامة في تعزيز مفهوم جودة الحياة في المجتمعات وعند الأفراد. طبعاً إذا بنرجع لتعريف الصحة العامة يوم عرفوه منظمة الصحة العالمية، فالصحة العامة هي حالة من السلامة البدنية والنفسية والاجتماعية، وليست فقط الخلوة من المرض. يعني أيام زمان قبل واحد كان يقول أهم شيء أنا ما أكون مريض، لكن بعدين ارتقينا بمجتمعاتنا ووصلنا إلى مرحلة من الرفاهية أو مرحلة الصحة العامة، ألا وهي أنا كيف ممكن أحافظ على صحتي سواء كانت الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية، لكن عادة التركيز يكون أكثر شيء على الجسدية وعلى النفسية، لأن بشكل أوتوماتيكي مثل ما أنا حسيت أن حياتي وصحتي في وضع إيجابي بينعكس على تعاملي مع المجتمع، بينعكس على تعاملي في بيئة العمل، بينعكس على تعاملي مع الحياة المحيطة فيني، وبتواصل مع الناس بتواصل إيجابي. صح، لأن هاي النقطة اللي هي الناس ما تعي هذه النقطة. نتكلم نحن مش فقط سلامة الجسد أو سلامة النفس، حتى سلامة العلاقة لازم تكون علاقة صحية، سواء كنا في محيط الأسرة أو كنا في محيط العمل، لازم في نوع من الشفافية، يعني علاقة تكون صحية طبيعية ما فيها يعني توترات كثيرة، لأن هذه التوترات معناته أن أنا شو اللي ياس أسوي؟ أنشر مفهوم سلبي في المكان. بالضبط، والمفهوم هذا ينتقل من مثلا من ممارسة إلى إحساس، والإحساس هذا ممكن يبدأ ينتقل من عند الفرد من إلى الأسرة في محيط الأسرة. فعزبت ذا يقول لك يعني الحاجة السلبية تنتقل والحاجة الإيجابية كذلك. زين، شو الربط اللي موجود دكتور ما بين الصحة العامة وجودة الحياة؟ الربط وايد مهم. إذا بناخذ أمثلة سريعة، موضوع النوم، موضوع الرياضة، موضوع الأكل الصحي، موضوع الضغط النفسي، موضوع التدخين. هالخمس أمور إذا إحنا قدرنا نركز عليها
ونتعامل وياها تعامل إيجابي وتعامل عقلائي، بتكون آلامنا الجسدية أقل. لأن إذا أنا مو بيوعان وأنا شبعان وماكل أكل صحي ومناسب ومارس رياضتي، الهرمونات اللي في جسمي اللي موجودة اللي تخليني أتعامل تعامل إيجابي مع الظروف المحيطة بتكون نسبتها أكثر من الشخص اللي ما مارس. الموضوع مش من فراغ إن إحنا ياسين ننصح بأمور ودائما نتكلم على موضوع الرياضة والأكل أو النوم أو الضغط النفسي، هذه كلها مكونات. متى ما أنا قدرت أتفاهم وأتواصل ويا هذه المفاهيم بشكل إيجابي واهتم بجسدي وبنفسيتي ويكون دائما تفكيري إيجابي، وكيف يكون تفكيري إيجابي؟ لازم يكون عندي محتوى صح. هذا المحتوى اللي يكون في جسمي موجود اللي يساعدني على التفكير الإيجابي يكون عن طريق هذه الممارسات الصحية. زين، تعرف دكتور دائما أنا أقول الإنسان طبعا بالعلم يتقدم، يعني ما أجهل العلم، لأن كثير من الناس مثلا شوف العالم يتبدل، إذا أنا ما أكون مثلا متابع، ما أكون مواكب الجديد، ما أكون يعني لازم أتعلم، إذا ما أتعلم ما أعرف أواكب اللي جاي المستقبل، ما بقدر أسير له. حتى في مفهوم جودة الحياة، إذا أنا ما واكبت الحديث بالعلم فمعناته صعب أني أتعايش بعدين، وممكن أكون في عزلة عن العالم. فكيف أنا أضمن يعني هالمفهوم، كيف أضمنه وكيف بالفعل يعني كيف خلونا نربط العلم مع الصحة العامة ومع جودة الحياة؟ ذكرت نقطة وايد مهمة دكتور، موضوع العلم. لأن أنا يوم أعلم أن ممارستي لهذا السلوك أو أكلي لأكلة معينة بيساعد جسمي في صحة وفي عافية، وبالتالي بيأثر على نفسيتي وبيأثر على سلوكي وعلى عطائي للمجتمع، هذا كيف أنا بجيبه إذا ما التجأت إلى العلم؟ وهني في نقطة الحياة الرقمية اللي ذكرناها بقول لك الحين من أحد نعم. المحاور المهمة في محاور جودة الحياة هاي مربط الفرس، لأن وايدين مننا يالسين نلجأ ونسمع ونلتزم بكلام موجود في الحياة الرقمية وفي وسائل التواصل الاجتماعي اللي ما يكون مبني على البراهين وما يكون مبني على الأدلة العلمية، ونعتقد إذا خذينا هذه الممارسات بتكون عندنا جودة حياة، بالرغم أنه ممكن يكون هذا الموضوع بعيد عن الواقع العلمي والعقلائي. صح طبعا، ومثل ما تفضل الدكتور فإن الصحة هي حالة سلامة بدنية وعقلية وعناية طبعا اجتماعية وعاطفية ونفسية واقتصادية وتعليمية كاملة، وليست مجرد انعدام المرض أو الإعاقة. والصحة هي أحد عوامل كثيرة تتحكم في تحديد مقومات جودة الحياة. تابعوا معنا العرض التالي. دكتور طبعا لازم في تحديات في تحقيق مبدأ جودة الحياة، شو التحديات اللي هي بالفعل يعني تواجه إذا بغينا نحن نحقق جودة الحياة؟ بنمر في تحديات، شو هي التحديات؟ أهم وأكبر تحدي بيواجهنا جميعا وأنا منهم الاستدامة. احنا وايد من الأحيان نقول والله على بداية السنة أنا ببتدي جدول معين وبدخل في جدول رياضي معين أو في جدول غذائي معين، أو ببتدي أفكر بشكل إيجابي وبتعامل مع جيراني ومع مجتمعي بطريقة مختلفة. يمر أسبوع أسبوعين مثل ما تقول ترجع للي أنت متعود عليه، ولا بتقول والله أنا هاي طبيعتي وأنا هذا اللي متعود عليه. موضوع كسر التعود روتين وكسر الروتين والاستدامة في السلوك الإيجابي، هاي بتعتبر من أكبر التحديات جودة الحياة. موضوع الادخار المالي، يمكن أول شهرين ثلاث بتدخر
وبحط لي مثلا نوع من بين المصروفات وبين الموجودات اللي عندي، بحاول احتفظ بمبلغ معين، بيني شهر معين بيقول لك يا ريال خلاص احنا عايشين حياه مره واحده، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. فتنكسر كل الالتزامات اللي اكون انا حاطنها في بدايه السنه او في بدايه اخذي لقرار الاهتمام بجوده حياتي. فهذا تحدي الاستدامه مهم جدا. التحدي الثاني في جوده الحياه الرفقاء والمجتمع المحيط فيك. اعرف من تصاحب، لان اذا انت اللي صاحبته قام دائما سلبي وما يشجعك ما يحمسك باتجاه السلوك الايجابي، فهذا يعتبر نقطه تحدي كبيره. ولا ننسى نحن في النهايه ياسين نمثل دوله الامارات العربيه المتحده، ياسين نمثل شيوخنا، ياسين نمثل واجهه حضاريه وتنعكس على العالم كله. شكرا دكتور، طبعا موضوع كان جدا شيق ومهم، وعطيتنا معلومات قيمة. نبغي طبعا مساحتكم أمانة، نشكرك. أعزائي المشاهدين، مثل ما تفضل الدكتور، نحن شو اللي نقول عساس نضمن مفهوم جودة الحياة؟ التكاتف مطلوب مطلوب مطلوب، ومثل ما قلت مطلب أساسي. ومساحتكم أمانة، نتمنى لكم الصحة والعافية والتوفيق، وشاهدونا في الحلقات القادمة، وشكرا.